سلام عليك. يا سلام امتى هتعرف امتى اني بحبك انت امتى هتعرف امتى اني بحبك انت امتى هتعرف اني بحبك امتى 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 هتعرف امتى امتى هتعرف افرح خفيش نسيت الكلام على فيينا. غدا ان نرجس للاسف اوت. عايدة ان فريدة ناصر أوت للأسف. كنا حابين نقول لك إيه كمان.
فرح يوسف. أهو نصر. من بعد إعلان النتيجة نرجس ما تقبلتش الخسارة. ما عليك، ما حد يعرف صوتي مرة رايح مرة. ليك شوفي باين، يعني باين أنا صوتي رايح. طيب أنتي هذه نهاية المطاف بالنسبة لك؟ بس يعني كنت كثير متأملة وتركة دراستي كل شيء، باين كل أمالي في الحياة على حسب هذا البرنامج. يصير هيك يعني كثير حرام. معلش شعوري بخيبة طبعا، لأني يعني أنا كنت نحب نبقى أكثر من هكا، ولكن